السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقع الجميلة اللي بتستخدم الذكاء الصناعي في إن هي توفر لك الوقت وتنسق لك الملف بتاعك بشكل جميل جدا، يعني يكون عندك الملف بالشكل دوت، أول ما تشتغل بتطبيق بيعمل لك بالشكل الجميل دوت، فحطه لك بشكل احترافي وجميل. وممكن تستخدم الذكاء الصناعي في إن أنت مثلا تقول له اقترح لي عناوين، طب قول لي ايه الحاجات اللي المفروض تتكتب هنا، اكتب لي مثلا موضوع معين. فدخله جوه الذكاء الصناعي تقدر ان انت تعمل شات معاه، ويقدر ان هو يساعدك في عمل الدوكيومنتس باشكال جميله واشكال سهله ولذيذه. ده السعر بتاعه، ممكن تبقى عندك حاجه فري، وان سبيس انليمتد دوكيومنتس في برو ده $5، وفي طبعا بيزنس $10 زي ما انت عايز. زائد ان انت ممكن تحط فيه نوتس او دوكومنتس او فايل ستورج وهكذا.